قوات النظام والميليشيات الموالية لها تصل إلى محيط النقطة التركية في مورك. قوات النظام تعلن السيطرة على خان شيخون وعناصرها يبدأون بسرقة ممتلكات الأهالي. قوات أمريكية تشرف على إخلاء تحصينات لقوات سوريا الديمقراطية على الحدود مع تركيا. حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، وإلى التفاصيل، حيث سيطرت قوات النظام والميليشيات المساندة لها على ريف حماة الشمالية. أظهر تسجيل مصور وجود قوات النظام قرب نقطة المراقبة التركية التاسعة في مدينة موريك شمال حماة. كفر زيتا، موريك، اللطامنة، لحايا وغيرهم من المدن والقرى في ريف حماة الشمالي باتت تحت سيطرة قوات النظام بعد 4 شهور من المعارك والقصف. يظهر هذا التسجيل المصور وجود قوات النظام بالقرب من نقطة المراقبة التركية التاسعة في مدينة موريك، في حين لم تصرح تركيا عن مصير عناصرها داخل النقطة بعد تأكيدها سابقا على لسان مسؤوليها عدم سحبها وإبقائها في المنطقة، الأمر الذي أكده وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو عبر قوله إن جنود بلاده لن يغادروا نقطة المراقبة رغم سيطرة النظام على المنطقة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن هجمات قوات النظام على إدلب تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي التركي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث آخر التطورات الميدانية والسياسية في المنطقة. حذر خلالها أردوغان نظيره الروسي من وقوع أزمة إنسانية كبيرة جراء الخروقات المستمرة لنظام الأسد لوقف إطلاق النار في إدلب، وحول وجهة النظام القادمة ضمن عمليته العسكرية حذر القيادي السابق في جيش العزة المقدم سامر الصالح من أن المرحلة الثانية من العملية العسكرية ستكون معرة النعمان في ريف إدلب. واعتبر الصالح أن السيطرة على خان شيخون هي المرحلة الأولى فقط، متوقعا أن تمتد المرحلة الثانية إلى مدينة معرة النعمان بعد وقف المعركة لفترة قصيرة، ريثما يتم تجهيز وترتيب صفوف القوات المهاجمة. للمزيد معنا من برلين المختص في الشأن التركي والروسي الدكتور باسل الحاج جاسم. مرحبا بك دكتور باسل على شاشة حلب اليوم. يعني بداية، ما مصير نقطة المراقبة التركية في مدينة موريك بعد سيطرة قوات النظام على المنطقة بشكل كامل؟ في الواقع يعني هذه النقطة هي نقطة مراقبة تم إقامتها هي ونقاط أخرى بعد تفاهمات أو اتفاق، ما عرف اتفاق أصلا لخفض التصعيد. مصير هذه النقطة تحكمها التفاهمات الثنائية بين موسكو وأنقرة، لأنه لاحقا تم الحديث عن مصير هذه المنطقة في الشمال الغربي من سوريا، وهي منطقة واقعة تضم إدلب وريفها وأجزاء من حماة وريف اللاذقية وريف حلب في توشي الروسية. ومعروف أن هذه الاتفاقية فيها الكثير من البنود وفيها الكثير من التفاصيل، ربما الكثير منها غير معلن. بالتالي أي مصير هذه النقطة مستقبلا تتحدد حسب الاتفاقيات الثنائية بين موسكو وأنقرة. نعم. طيب، ما إمكانية يعني حدوث مواجهات عسكرية بين قوات النظام وتركيا أو هذه النقطة في المرحلة المقبلة؟ في الواقع يعني هذا أمر مستبعد بشكل يعني كبير، إلا إذا حصل هناك بشكل فردي. أما التوجه العام يعني مستبعد حدوث يعني مواجهة، لأنه لا مصلحة للطرفين في مواجهة مثل هذه. أشكرك جزيل الشكر من برلين المختص في الشأن التركي والروسي دكتور باسل الحاج جاسم.
بدأ عناصر قوات النظام بسرقة الممتلكات في خان شيخون بعد أن دخلوا المدينة، في حين أعلن نظام الأسد عن افتتاح معبر وصفه بالإنساني في منطقة خلت من المدنيين بسبب الحملة العسكرية. هي الحرب كر وفر، هكذا طوت قوات النظام وروسيا جولة لها في المنطقة بعد أن دمرتها وهجرت من فيها. لم تمضي سوى ساعات قليلة على إعلان قوات النظام سيطرتها على خان شيخون بريف إدلب، حتى بدأ عناصرها بالتهافت على ممتلكات أهالي المدينة بغرض تعفيشها وسرقتها، حالها كحال كل المناطق التي دخلها النظام. تقارير إعلامية وصفت المعفشين من النظام بالجراد المنتشر لسرقة أثاث المدنيين، في حين قالت الجبهة الوطنية للتحرير إنها استهدفت بالرشاشات الثقيلة سيارة مليئة بعناصر قوات الأسد كانت تقوم بسرقة منازل المدنيين على محور خان شيخون، ما أدى إلى مقتل وجرح كل من فيها. روسيا ثاني أقوى دول العالم، تغنت وكالاتها الإعلامية بالسيطرة على خان شيخون المدينة الصغيرة لتصفه بالانتصار بعد حملة عسكرية طويلة اتبعت فيها سياسة الأرض المحروقة واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة. لكن المفارقة في الأمر أن روسيا بعد أن دعمت قوات النظام في حربها وتسببت بتدمير المدن وتهجير أهلها، وفق تقارير حقوقية دعت إلى الالتزام بالاتفاقيات الخاصة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب. الأمر لم ينتهي عند هذا، بل إن النظام وبدعم روسي أعلن عن فتح معبر وصفه بالإنساني في منطقة سوران لخروج أهالي ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبية، وهي منطقة خلت من المدنيين بشكل كلي بسبب الحملة العسكرية. إلى خان شيخون. مجلسا مدينتي كفر زيتا واللطامنة المحليان فندا كلام النظام وأصدرا بيانين أكدا فيهما أن أكثر من 30,000 مدني نزحوا خلال الهجمات الأخيرة للنظام وروسيا، مؤكدين عدم وجود أي مدني الآن في المدينتين. مع إحكام النظام سيطرته على خان شيخون، وصلت قوات النظام إلى مشارف النقطة التركية التاسعة في مورغ، ما يفتح باب التساؤل حول مصير تلك النقطة. المزيد أيضا معنا من ريف إدلب مراسل قناة حلب اليوم منصور صبرا. منصور، مرحبا بك، يعني ماذا يحدث؟ ما هي آخر التطورات في ريف إدلب؟ نعم عمار، اليوم كان هناك دخول لقوات النظام إلى عدد من المدن والبلدات في ريف حماة الشمالي والتي أحكمت حصارها قبل يومين. اليوم كان هناك دخول إلى كل من مدينة مورك والطامنة وكفر زيتا، إضافة إلى بلدات لقمين واللحاية وتل صياد، وجميع هذه البلدات تقع في ريف حماة الشمالي، إضافة إلى دخول قوات النظام بشكل كبير إلى مدينة خان شيخون الواقعة في ريف إدلب الجنوبي، لتكون بذلك قوات النظام قد سيطرت على الطريق الدولي الممتد حلب دمشق بين كل من خان شيخون ومورك والذي كان خارج سيطرة قوات النظام خلال الفترة السابقة. اليوم كانت هناك أيضا مقاطع بثت من داخل مدينة مورك لعدد من عناصر وجنود قوات النظام أظهرت قربهم من النقطة التركية التي لا تزال حتى الآن متواجدة في مدينة مورك بريف حماة الشمالي. العمليات العسكرية اليوم عمار كانت تقتصر على القصف للمدن والبلدات، لم يكن هناك اشتباكات كبيرة باستثناء ما أعلنت عنه غرفة عمليات الفتح المبين عن استهدافها لسيارة لقوات النظام كانت محملة بعدد من جنود قوات النظام في حاجز النمر قرب مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي. نعم، شكرا جزيلا لك من ريف إدلب مراسل قناة حلب اليوم منصور صبرا. خرج العشرات من أهالي بلدة سرمدة بريف إدلب الجنوبي رفضا للعمليات العسكرية لقوات النظام في جنوب المحافظة. خرجت الأحرار في مدينة سرمدة من أهالي المدينة والمهجرين النازحين إليها الذين تهجروا بفعل الحملة الهمجية التي قام بها النظام مع حليفه الروسي والإيراني
على جنوبي إدلب وريف حماة الشمالي، هجروا الناس، قتلوهم، خرجوا الناس تعبيرا عن غضبهم وعن استيائهم للموقف الدولي بشكل عام. ندعو المجتمع الدولي، ندعو الضامن التركي بأن يقف عند التزاماته التي تأمل بها الناس خيرا، وأن يكمحوا جماح هذا النظام والروس في هذه الحملة. لم يبقى حجر، لم يبقى بيت، لم يبقى مشفى، حالة مأساوية لم يشهد التاريخ مثيلا لها على مدى العصور والأزمان. خرج الناس يعبروا عن غضبهم، عن استيائهم، عن وقوفهم مع الإخوة الثوار الصامدين على الجبهات، ليقول لهم نحن معكم حتى آخر قطرة من دمنا. ما يزال آلاف النازحين من ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي تحت أشجار الزيتون قرب الحدود السورية التركية شمال إدلب، مع استمرار عجز المنظمات عن استيعاب حملة النزوح وتقديم حتى الخيام. المنظمات اجت بتجي 20 مرة ولا جبنا شيء لهلق، وعدونا بخيام ما جابوا، وعدونا بأرض يشتروا لنا أرض ويسكنونا ما جابت، خيام ما جابوا لنا، سلة اللي شهد الله صلنا 4 أشهر ما شفنا سلة لحد هلق، منا خيام، منا نتاوى، طلع دينا هلق جيت شتوية كلها بين السجر العالم، ما في لا، لانه ما لقوا دار يسكنوا فيها، وهذا بيطلب 100 دولار، هذا بده 200 دولار، هذا بده 300 دولار، وهذه والناس ما عندها، طلعت بهدومها، الله وكيلك نحن طلعنا بهدومنا، ما عندنا قدره نشتري ربع دلوم، مو ربع دلوم، مطرح خيمه ما عندنا قدره، منا اشتري لنا خيمه، الله وكيلك رحنا استعرنا خيمه عياري من عند جماعه من هون، الطراحات استعرناهن جبناهن عاريين، نام عليهن طراحتين. تباينت آراء شريحة من النازحين حول حاجتهم الأساسية والمساعدة الطارئة التي قدمت لهم في الفترة السابقة. واللي بقلبه شفقة ورحمة بيجي بيطلع، بدنا أرض تلايمنا، إحنا لا طمع لا بسلي ولا طمع بش، بدنا نلايم هالأطفال، طلع طلع على حالتنا اللي إحنا يعني. ناقصنا هلق يعني أهم شيء الخيام، مثل ما أنا شايف جايين على أبواب شتى، أولاد صغار، أطفال، مثل خدمات صحية ما في. يعني أطفال طلع بالتراب يعني بالعرى مثل ما بقولوا بالفلة. حاجتنا اليوم بدنا خيمة، مثل ما أنك شايف لا عنا خيم ولا عنا شيء، وعنا أولاد صغار صرنا 4 أشهر هون، يعني حد الآن ما شفنا أي نوع من المساعدات. تيجي منظمة هون بتسجل وبتروح بتقلنا هنهار، بتروح ما عاد بنشوف شيء. جوزي مريض معاه مرض بجري وعمره 40 سنة، وكل نهار بيطلع من الصبح للمغرب لحتى بيأسي أمن حق ربطة الخبز، ومن ناحية المنظمات ما شفنا منهم أي دعم خالص ولا دعمونا. وصل عشرات النازحين من ريف إدلب وحماة إلى منطقة عفرين شمال حلب وسط مساع للمجالس المحلية لإغاثة الواصلين الجدد وتأمين مستلزمات طارئة لهم. عفرين مقصد مئات العائلات الفارين من القصف على ريف إدلب وحماة، أكثر من 10 ساعات قد تستغرقها رحلة النزوح الطويلة. مراسل حلب اليوم قال إن الطرق المؤدية إلى عفرين تقتصر على دير بلوط فقط، ولا صحة لما يشاع عن منع الحواجز وصول النازحين إلى المنطقة. وصلنا على بلدة بلبل، يعني الطريق كان كويس بس احد الحواجز غيرنا الطريق كله هذا، ومسافه طويله ومعانا نساء واطفال واولاد صغار، وطلعنا بتيابنا يعني دوبنا طلعنا كل واحد حرام وطراحه شيء نيم الاطفال يعني مو اكثر. ناحيه بلبل واحده من كبرى المدن التي استقبلت النازحين، وسعى مجلسها المحلي لاعداد وتنفيذ خطه طارئه لتخفيف معاناه النازحين ومساعدتهم في تامين احتياجاتهم لحظه وصولهم، لا سيما وأنهم تركوا أثمن ما لديهم في بلداتهم. في شوية صعوبات على الطريق على الحواجز، بس الحمد لله ضلينا فترة شيء تقريبا 10 ساعات لحتى وصلنا، فلقينا الأمور الحمد لله منيحة هون، قدموا لنا كل التسهيلات وأسعفونا في حال الطائرة الحمد لله، وفي ناحية بلبل وما قصروا الشباب، إغاثي أعطونا إغاثي وأمورنا تمام الحمد لله، الله يجزيهم الخير. وفي عنا أهلنا جايين ورانا كلياتهم يعني على الطريق، الأغبان على الطريق. من ضمن خطة المجلس المحلي التي تشاركه فيها منظمة SRD
إحصاء النازحين وتسجيلهم في قوائم لتقديم ما يمكن من مساعدات حتى لو بعد حين، حيث وثق المجلس وصول 400 عائلة إلى المنطقة قبل عيد الأضحى المبارك. وطبعا في غير منظمات كمان على التواصل معنا كتقديم خطة طوارئ جديدة للنازحين اللي يجونا من بعد العيد لحد تاريخ اليوم، فهدول راح نستهدفهم بسلات غذائية كإسعاف سريع لبين ما نقدر نأمن لهم مكان آمن يدروا يعني يقوا فيه، ومنشوف شو مستلزمات إن شاء الله ما منقصر كمكتب غاسي وكمنظمات اللي عم تتعاون معنا ومنقدم لهم لأهالينا. مئات آلاف النازحين فروا من ريف إدلب وحماة نتيجة التصعيد العسكري لنظام الأسد والروس، حملة تهجير جديدة صنفت بالأقصى في المنطقة. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. قوات أمريكية تشرف على إخلاء تحصينات لقوات سوريا الديمقراطية على الحدود مع تركيا. واقع متغير وتحديات كبيرة، مشاكل وعقبات إدارية ومؤسساتية. نفتح الملفات، نتابع، نفتش عن القضايا التي تهمكم وتمس حاضركم ومستقبلكم. نبحث في الأسباب ونهتم في إيجاد الحلول لها مع المختصين وأصحاب القرار، لأن قضاياكم هي قضايانا. سأكون معكم أنا مصطفى عبد الله كل أسبوع في برنامج قضايا على قناة حلب اليوم. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المساء. كنا تحدثنا في جزئها الأول عن وصول قوات النظام والميليشيات الموالية لها إلى مشارف النقطة التركية في مورك شمال حماة، وأيضا عن تعفيش قوات النظام لمدينة خان شيخون بعد السيطرة عليها. قامت دورية أمريكية بالإشراف على إزالة تحصينات لقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة الحدودية مع تركيا في خطوة أولى على ما يبدو لبدء تطبيق اتفاق المنطقة الآمنة مع تركيا. المرحلة الأولى من الاتفاق التركي الأمريكي المعلن حول إنشاء المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا يبدو أنها أصبحت قيد التنفيذ. تطبيق الاتفاق جاء عقب محادثة جمعت وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الأمريكي مايك إسبر ليبدأ التحالف الدولي بقيادة واشنطن بتسيير دوريات عسكرية على طول الشريط الحدودي مع تركيا. تزامن ذلك مع انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من بعض المواقع بريف رأس العين الغربي شمال الحسكة وقرية نستل في بلدة سلوك شمال الرقة وتوقفها عن عمليات حفر الخنادق في المنطقة. مراسل حلب اليوم أفاد بانطلاق دورية تابعة للقوات الأمريكية برفقة عربات لقسد من غرب مدينة رأس العين باتجاه بلدة مبروكة والقرى المحيطة بها وصولاً لمدينة تل أبيض. المراسل ذكر أن هذه القوة أشرفت على عملية إزالة وتدمير بعض تحصينات قسد في المنطقة في وقت طلب فيه القيادي في قسد ريبار شيخ موسى إزالة الألغام القريبة من الحدود مع تركيا. هذه التحركات تتطابق إلى حد كبير مع ما كشف عنه موقع مونيتور الأمريكي بأن تنفيذ الاتفاق سيكون ضمن ثلاث مراحل بحسب المقترح الأمريكي. تبدأ المرحلة الأولى بإنشاء منطقة آمنة بعمق 5 كيلومترات، فيما يتم إضافة حزام أمني بطول 9 كيلومترات إلى الجنوب من المنطقة الأساسية. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة سيتم توسيع الحزام 4 كيلومترات مع السماح لقسد بالبقاء فيه بدون أسلحة ثقيلة، مما يعني الوصول إلى عمق كلي بطول 18 كيلومترا وفق الموقع. للمزيد معنا الدكتور كاوا أزيزي الأستاذ في العلوم السياسية من أربيل. مرحبا بك أستاذ كاوا على شاشة حلب اليوم. يعني بداية، ما هي التفاصيل التي لديك حول
يعني الاتفاق التركي الأمريكي بشأن المنطقة الآمنة؟ مساء الخير للمستمعين. أهلا بك. الحقيقة هناك معلومات متضاربة جدا حول الاتفاق الأمريكي التركي، ولا يوجد أخبار مؤكدة ماذا جرى وعلى ماذا اتفق الطرفان. لكن على ما يبدو أن الاتفاقية بدأت بالتنفيذ على الأرض، وخاصة بين مدينة رأس العين ومدينة الأبيض، وبعمق 5 كيلومتر. وهناك دلائل بأن قصد بدأت بسحب آلياتها الثقيلة وآلات حفر القنابل وبعض الأسلحة وبعض قواتها من هذه المنطقة إلى الجنوب. نعم. من 5 كيلومتر. نعم، تتحدث حضرتك فقط عن 5 كيلومتر، يعني أنت ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية أجبرت قصد على تنفيذ اتفاق المنطقة الآمنة؟ لا يوجد إجبار، هناك اتفاق مسبق بين قصد والولايات المتحدة الأمريكية على كل ما اتفق مع تركيا. لكن بالضبط على ماذا اتفقوا إلى الآن يبدو أنهم اتفقوا على تنفيذ الخطة الأولى أو المرحلة الأولى 5 كيلو من هذا المشروع. وهذا المشروع هو بطول 80 كيلومتر وأرض 5 كيلومتر بين المدينتين رأس العين وطلع بيوم. نعم، شكرا لك على كل هذه المعلومات الدكتور كاوا أزيزي، الأستاذ في العلوم السياسية، كنت معنا من إربيل. قامت صحيفة إسرائيل يوم الإسرائيلية قالت إن ميليشيا حزب الله اللبنانية أسست خلال أقل من عام واحد 4 قواعد عسكرية في جنوب سوريا التي باتت تحت سيطرة قوات النظام. وأوضحت الصحيفة أن القاعدة الأولى أنشئت في درعا مطلع العام الحالي، بينما تقع القاعدة الثانية في منطقة اللجا بين محافظتي درعا والسويداء. ووفق الصحيفة الإسرائيلية فإن القاعدة الثالثة هي اللواء 52 في الإحراك بريف درعا، فيما تتبع قاعدة صبر وهي الرابعة للواء 90 في القنيطرة والمنضوي تحت قوات النظام. قالت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، قالت إن إسرائيل نفذت عدة ضربات في العراق خلال الأيام الماضية على مخازن ذخيرة لمجموعات مدعومة من إيران في العراق. ومن جهته ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية تل أبيب عن الهجمات التي تعرضت لها قواعد الحشد الشعبي في العراق، فيما أظهرت صور أقمار اصطناعية إسرائيل أثر غارات أو إسرائيلية أثر غارات على مستودع للحشد الشعبي قرب قاعدة جوية شمال بغداد. وقالت مصادر صحفية إسرائيلية إن الغارة تأتي ضمن الجهود الرامية للقضاء على جسر بري يستخدم لنقل أسلحة من إيران إلى سوريا ومن ثم إلى حزب الله في لبنان. قال موقع جرف نيوز إن ميليشيا لواء فاطميون الأفغانية التابعة للحرس الثوري الإيراني نقلت 100 عنصر تقريبا من قواتها المنتشرة في دير الزور إلى مواقع انتشار جديدة في محافظة حلب. وأضاف الموقع أن ميليشيا الحرس الثوري الإيراني استخدمت مجموعات كبيرة من الميليشيات التابعة لهما في دير الزور إلى جبهات القتال وخطوط انتشارها في محافظة حلب وإدلب وحماة. نقلت قناة السومرية عن مصدر إيراني لم تسمه أن طهران تدرس خطة مشروع مد أنبوب لتصدير نفطها إلى ميناء بانياس السوري مرورا بالأراضي العراقية. وأضافت القناة أن فكرة إحياء هذا المشروع تأتي على خلفية التهديدات المتزايدة في منطقة الخليج والخوف من إغلاق مضيق هرمز في حال وقوع صدام عسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
قالت اللجنة الدينية الوطنية في السويداء إنها فعلت الحرم الديني بالبعد والطرد والهجر على كل من يثبت تورطه بأعمال خطف أو قطع طرقات أو قتل أو اعتداء على ما وصفتها بمؤسسات الدولة. وجاء في بيان صادر عن اللجنة تأكيدها على ضرورة العمل بالعرف العشائري المعتمد، وهو هدر الدم والقاتل يقتل لكل من يشارك في جرائم خطف أو قتل، حيث يكون دمه مباحا لأصحاب الحق حتى يخضع لسلطة القانون على حد تعبير اللجنة. للمزيد معنا من السويداء مراسلة قناة حلب اليوم نورا الباشا. نورا مرحبا بك. يعني بداية، ما هو الغرض من تفعيل اللجنة الدينية لهذا الموضوع؟ نعم عمار، مساء الخير. مساء طبعا نور. بيان اللجنة الدينية شأنه شأن الكثير من البيانات التي صدرت مؤخرا عن جهات متعددة في السويداء بما يخص قضايا الخطف والقتل والسرقة التي تشهدها المحافظة، إلا أن الجديد في هذه اللجنة هو من يقوم على هذه اللجنة ذاتها. هذه اللجنة يرأسها الشيخ فضل الله نمور المنحدر من قرية ميماس في ريف السويداء، وأحد أعضائها هو يعرب عصام زهر الدين، وهو أيضا ضمن مكتب أمن الفرقة الرابعة. طبعا هذا المكتب قام قبل أيام بتسوية أوضاع لإحدى العصابات في ريف السويداء الغربي، ومنحها بطاقات أمنية ولا زالت تقوم بعمليات خطف. إذن مفتعلي الخطف هم من يقومون أيضا موجودين ضمن هذه اللجنة ويصدرون هذه البيانات، الأمر الذي أثار استنكار الأهالي في المحافظة. نعم، أتيت على رأي الأهالي، ما هو رأي الأهالي بهذا الإجراء وبما يجري عموما في السويداء؟ نعم طبعا الأهالي يطالبون الجهات التي يمكنها التأثير على المجتمع في السويداء بالتدخل ووضع حد لهذه الانتهاكات، إلا أنهم لا يعولون على أي جهة ترتبط بالنظام، لأنهم يعرفون تمام المعرفة بأن النظام هو من أطلق يد هذه العصابات للتنكيل لافتعال هذه الجرائم بغية الإبقاء على الفوضى الموجودة في محافظة السويداء. طبعا الكثير من التعليقات الساخرة والكثير من الآراء الشاجبة لهذا البيان، ولا سيما قلت لك أن مصدري هذا البيان أيضا هم من قاموا بعمل تسوية أوضاع لعديد من العصابات في محافظة السويداء. شكرا لك من السويداء نورا الباشا مراسلة قناة حلب اليوم من السويداء. وجد بعض النازحين والمهجرين قصرا في ريف حلب الشمالي والشرقي فرصة للتخلص من المصاريف المادية المترتبة عليهم جراء ارتفاع إيجارات المنازل، فيما لم تسعف الأحوال المادية الكثيرة منهم ليبقى في المخيمات أو تحت وطأة استئجار المنزل. محمود المهجر من درعا والمصاب فيها غادر أحد المخيمات وتوجه للسكن في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بعد أن استدان مبلغا لدفع إيجار منزل، إلا أن عجزه عن العمل قد يودي به للمخيمات من جديد مع اقتراب موعد انتهاء مدة الإيجار. أظل البيت هون أجار بثلاثين ألف ليرة سوري، طبعا ما عدا كمسيون المكتب بالحقيقة 15 ألف. اتجاه تاني أخذت هذا البيت عبارة عن غرفة مشمسة وغرفة مظلمة مترين مترين، وجنبه الثاني للبيت واقع، أعطوني إياه ب30 ألف وأجار المكتب كمان شهريا. الباب وهي إحدى أكبر المدن في ريف حلب باتت مقصدا لآلاف المهجرين، لكن أسعار الإيجارات المرتفعة وقلة فرص العمل والمردود منها دفع كثيرا من المهجرين إلى البحث عن أماكن تناسب أوضاعهم. مهجروا مدينة سفيرة خيارهم كان التخلص من الإيجارات والمدن والتوجه نحو بناء قريتهم الجديدة في منطقة ترحين بريف حلب الشرقي. ناس هاجرت من سفيرة بال 2013، ما ظل البلد يعتب علينا من مخيمات لا تحت سجار لا آخر شيء، آخر المطاف صار معنا هون مخيم ترحين. الناس شافت أحراس صارت تبني الخيام تحت السجار، والناس تقريبا يعني استوطنت، بس كخدمات ما في عنا أي شيء خدمات. 7 سنوات مرت على ترك قاسم مدينته سفيرة بعد سيطرة النظام عليها، وتنقل بين عدة مناطق لينتهي به المطاف في بلدة قباسين القريبة من مدينة الباب، لكنه فضل أن يمتلك منزلا على أن يدفع 100 دولار في الشهر إيجارا له، المنزل الذي قد يكلفه ما بين 1000 و2500 دولار.
المهم خلصت من جشع النفوس الضعيفة اللي بيستغلوا الناس حين، وغلاء الأجارات وطلع من الحوش وغير الحوش، هذا أكتر شيء يعني ريحنا، ولو أنه ما في خدمات بس نحن مرتاحين أنه بركنا بخيمنا وببيوتنا، وفي ناس عم تعمر وفي ناس عندها قدرة وفي ناس باركين بخيم، والله يكون بعون البشر. عدم توفر هذه المبالغ بين أيدي المهجرين وعدم وجود استقرار مطلق أبقى بناء القرى الصغيرة الجديدة حكرا على أصحاب الدخل الجيد، في حين تعمل عدة منظمات على بناء مساكن وقرى جديدة للمهجرين سواء بالمجان أو بالتقسيط المريح، وما يزال الكثيرون تحت سقف خيمة ببرد شتاء وحر صيف. كثير من المهجرين في ريف حلب الشرقي يفضلون امتلاك المنازل على استئجارها، لكن الظروف المادية وظروف العمل في بعض الأحيان، كذلك ضعف الخدمات في المناطق النائية، يمنعهم من شراء المنازل أو بنائها. مالك أبو عبيدة، حلب اليوم، من ريف حلب الشرقي. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. صور جديدة لسفينة التايتانيك بعد 107 أعوام من غرقها. أخبار كثيرة، منها ما يفرض نفسه عليك، يدخل تفاصيل يومياتك وربما يغير من مجرى حياتك. في ثنايا الخبر نناقش أبرز التطورات في سوريا ونجيب على التساؤلات التي تدور في أذهانكم. أنا حلا الخطيب، أكون معكم في برنامج ثنايا الخبر، كونوا على الموعد. مرحبا بكم من جديد. دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كندا إلى إعادة عناصر تنظيم الدولة الكنديين المعتقلين في سوريا. وأضاف بومبيو خلال زيارته للعاصمة أوتاوا: نريد أن يستعيد كل بلد رعاياه المسجونين حاليا في سوريا بعد أن قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة، معتبرا أنه من الضروري القيام بذلك. ألغى مجلس مدينة حرسة التابع للنظام قرار استثمار مقبرة الزعرورة التي تضم جثامين شهداء المدينة قبل سيطرة قوات النظام عليها. هذا وأعلن المجلس عبر صفحته في فيسبوك إلغاء القرار السابق بطرح أرض مقبرة الزعرورة للاستثمار عن طريق المزاد العلني. يأتي ذلك بعد أكثر من أسبوعين على صدور القرار الذي رفضه أهالي المدينة، وطالبوا رئيس مجلس مدينة حرسة عدنان الوزة بإلغائه احتراما للموتى ومراعاة لمشاعر ذويهم.
أقامت جمعية الشام وبالتعاون مع مؤسسة رحمة حول العالم حفلا تكريميا ل500 يتيم في مدينة غازي عنتاب التركية بغية مساعدتهم ودعمهم وإسعادهم. وجوه رسمت الفرحة على محياها، سعادة ترجمتها حركات أطفال أيتام في حفل أقيم لتكريمهم بمدينة غازي عنتاب التركية. أقيم الحفل واجتمع في المكان هاهنا أكثر من 500 يتيم بدعوى من جمعية الشام ومؤسسة رحمة حول العالم. تم التنسيق بينه وبين جمعية شام للأيتام بتنظيم هذا الحفل، حملة لنرسم بسمتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. استهدفنا عدد من الأيتام 500 طفل وطفلة، تم تكريم 100 طفل وطفلة منهم من حفظة القرآن الكريم والمتفوقين في الدراسة وغيرهم الكثير. عرض مسرحي للأطفال كان البداية في انطلاق الحفل الذي شهد تكريم عدد من الأمهات المميزات ومجموعة من الأطفال السوريين الأيتام لتفوقهم في الدراسة وآخرين لحفظهم أجزاء من القرآن الكريم والحديث الشريف، فيما كان للعروض الفنية والثقافية نصيب من النشاطات التي قدمها الأيتام. حفل تكريم حضرته شخصيات رسمية تركية وأخرى عربية تعنى بالعمل الخيري. نحاول الآن إغاثة أهلنا المنكوبين جراء القصف الأخير في الشمال السوري، وعندنا بعض الفعاليات الموجودة الآن في تركيا للاهتمام بنشاطات الأيتام وتوسيع عمل المرأة وتفعيلها وسرعة اندماجها مع المجتمع في الشعب التركي ومع المجتمع الذي يقومون فيه ليكونوا بصمة إيجابية في هذا البلد المضيف. لنرسم بسمتهم كان شعار الحفل وهدفه الكبير، على أمل إدخال الفرحة لقلوب الأطفال ودعم مواهبهم وتفوقهم في بلاد اللجوء. تعمل اللجنة الثقافية في مدينة الرقة على إعادة ترميم المواقع الأثرية في المدينة بعد تعرضها للتدمير والإتلاف والسرقة على مدى السنوات الماضية. هي الرقة بكل ما أصابها من جراح، تقف اليوم على عتبات تاريخها الغني ترمم ما أصابه من انتهاكات ونهب وسرقة على أيادي عناصر من تنظيم الدولة أيام احتلاله للرقة. يعمل القائمون على مشروع ترميم آثار الرقة بدأب وأمل، فبوابة المدن تاريخها ومتاحفها حسب رأي مستشار اللجنة الثقافية في الرقة والأثار السيد محمد العزو. هناك مواقع كثيرة للأسف الشديد من أيام داعش دمرت بالكامل وجرفت بالآليات وتم تنقيب الأثر فيها، والرقة كانت الحقيقة هي كبش الفداء. المواقع الأثرية فيها تضررت كثيرا والمتحف فيها نهب بالكامل. من 6000 قطعة أثرية وجدنا مجموعة من الكسر الفخارية لجدار فخارية ودينام فخارية وبعض التماثيل الصغيرة، قمنا بترميمها وتسجيلها وتصويرها. مسألة الترميم مسألة تحتاج إلى مال وتحتاج إلى كادر. في لجنة اسمها لجنة الآثار بدأ الترميم بالجهة الغربية من سور الرافقة بمادة الأجر ومادة اللبن. هناك أيضا في الجهة الشمالية من السور يقوم مجلس مدينة الرقة بترميم مسرح يسمى بمسرح البتاني وبعض النقاط التي أبقينا عليها. ربما يجد البعض أن الضرر اللاحق بالبشر أولى بالحديث عنه من الحجر، ولكن كيف للمدن أن تبقى لولا آثارها السابقة والتي تحكي قصة من مروا فيها وبدأوا بنشر حضارة المنطقة إلى المدن الأخرى. أظهرت صور جديدة التقطها غواصون من فريق متخصص تحلل سفينة التايتانيك وفق موقع جيكا بعد 107 أعوام على غرقها في شمال المحيط الأطلسي قبالة سواحل نيوفاوندلاند
في كندا. وغادرت السفينة في رحلتها الافتتاحية في نيسان عام 1912 مرفأ ساوثامبتون في إنجلترا حاملة على متنها أكثر من 2200 شخص من 40 جنسية مختلفة، واصطدمت بجبل جليدي ولقي أكثر من 1500 راكب مصرعهم في هذا الحادث. إلى هنا نكون وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني حلب تودي تي في دوت نت. دمتم برعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.